في المرات ضع من عمر سنين في الخوف مش حكون إنسان عادي أنا هتحدى أي ظروف أنا مش هخاف في المرات ضع من عمر سنين في الخوف مش حكون إنسان عادي أنا هتحدى أي ظروف حتى لو عارف إني ممكن أموت هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت ولو إيديكي ما لمستش إيديا كفاية علي شايف لهفتك عليا.